السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج الميزان الفتره القادمه، هنشوف توقعاتك. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء عشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. برج الميزان، عايزاك تهدى كده وتهدي اعصابك خالص عشان نشوف توقعاتك وتوقعاتك الفترة دي. برج الميزان، برج الميزان دايما اقول لك ان انت بتتعامل بنية خالصة وبنية صافية مع ناس ما تستاهلش المعاملة بتاعتك. اللي انت بتديهم يا برج الميزان وواقف معاهم ومفضلهم عن نفسك، صدقني مش حابين لك الخير ولا حابين ان انت تكون مرتاح وكويس. بيتكلموا عليك وبيأذوك وجايبين في سيرتك مع ناس بجد ما تستاهلش، وعلشان كده انت تعبان وتعبان تعب شديد جدا اليومين دول بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه. عندك رزق جايلك الايام اللي جاية، رزق هيكون حلو. في علاقة بينك وما بين شخص اليومين دول يا برج الميزان، هل ترى ايه هي العلاقة؟ في علاقة بينك وما بين حد هتبقى فيه خير الايام اللي جاية، وفي امور عكس ما انت متوقع، هيبقى في امور عكس ما انت تتوقع. عندك هنا اليومين اللي جايين بالظبط هيكون في خطوة بداية جديدة، رغم ان انت دلوقتي حيران في خطوة عايز تاخدها، وكل ما تقول خلاص هاخدها تلاقي الايام قفلت عليك فترجع. محتاج تاخد وقت في التفكير وتشوف انت عايز ايه، وتكتشف الخيانة اللي بتحوم حواليك. عندك خيانة وغدر. في كمان طريق سفر جاي قدامك، وفي أزمة هتتفك في حياتك اليومين اللي جايين. شايفة ان انت هتقوي علاقتك بناس انت بتحبها علشان هتدخل في مرحلة جديدة او في حياة جديدة الفترة اللي جاية. بس الفترة دي انت وضعك مكركب، حتي الأشخاص اللي في حياتك مش كويسين ولا حبلك النجاح ولا حبلك العدالة. طيب، دايما أقول إن أنت متفوق، دايما أقول إن أنت أحسن من ناس كتيرة جدا في حياتك. بس هنا في ناس بتستفزك، في ناس مش عايزاك تكون كويس ولا تكون مرتاح. بتعيد حساباتك وتعيد أولوياتك. الفترة دي انت محتاج فترة راحة. بس في مشكلة عندك مع أخت شريك حياتك، وقفالك ودايما بتتكلم عليك وبتسلط الشريك عليك وبتعمل لك خلافات غير طبيعية. انت في موضوع محيرك يا برج الميزان، بس اليومين اللي جايين دول هتتأثر وهتدخل في فترة ايجابية. في كمان فترة خير جايالك، والسفر اللي في حياتك هيتم، وهيبقى في عرض صفقة، عرض حاجة معينة في حياتك. بس قول يا برج الميزان، في حلم بيتكرر معاك على طول، في حاجة بتحصل معاك على طول، وشايفة كمان انه في خلاف بينك وما بين شخص معين في حياتك. الشخص ده وجعك قوي عليه، موجوع، مش عايزاك تتسرع ولا عايزاك تحكم بسرعة.
عايزاك تهدى كده وتخلي ردة فعلك هادية، مش هقولك خلي ردة فعلك باردة، بس خلي ردة فعلك هادية وساكت واسمع اكتر. انت عندك وسواس مش سايبك في حالك، حاسس كده بتوتر وبحيرة، الطاقة السلبية مسيطرة عليك. هتجيلك بشرى سارة الأيام اللي جاية. انت مطلوب منك اليومين دول يا برج الميزان ان انت تنظم وقتك وتنظم مسؤولياتك، وما تخليش القلق والحيرة يسيطر عليك. عندك مقابلة مع شخص الأيام اللي جاية. طيب، في حديث هيدور بمن تحب انت الايام اللي جايه، وهيبقى في كلام بينك وما بينه، والفتره اللي جايه دي هتبقى فيها تغيير، بس في شخص غامض عندك يا برج الميزان ومش واضح، ابعد عنه لانه بيستغلك وبيحاول يتكلم عليك من وراك. في كمان انت هنا الطريق محتاج تسعى فيه اكتر، اسعى علشان تبني حلمك وتبني مستقبلك. الحيرة اللي انت فيها دي بسبب الضغط النفسي يا برج الميزان، مش اي حاجة والسلام، بس انت بقى عندك ضغط نفسي بسبب اللي انت شايفه في حياتك، شايف دايما مخدور متخان، مش لاقي الحب ولا الحنان من اي حد، بالعكس حاسس ان هم كلهم جايين عليك رغم ان انت كويس معاهم، وده اللي تعبك نفسيا. اللي تعبك ان انت كويس مع الناس دي، ولما بيأذوا مش بيأذوا غيرك انت، فطبعا انت قلبك موجعك وبتقول انا مستاهلش منكم كده، وبتتكلم وزعلان على نفسك وصعبان عليك نفسك يا برج الميزان. حيرة وخوف يا برج الميزان، وتوتر في حياتك. طيب، اخر الخنقة والضيقة دي هتفضل لحد امتى كده؟ التوتر اللي انت فيه ده، حاول الوصول لهدفك. مش معنى ان انت وقعت فانت تتكسر، مفيش حاجة تكسرك يا برج الميزان. مش معنى ان انت اتكسرت مرة فانت كده البيبان كلها اتقفلت في وشك، لأ، خبط تاني، شق طريقك بنفسك واستمر فيه. دايما يا برج الميزان بتبحث عن العدالة وكلمة الحق، وعلشان كده دايما عندك النصر في حياتك، عندك طاقة فرح هتسعد قلبك انت وعيلتك او انت بالاشخاص اللي تخصهم. سلم النجاح قادم ليك، تفائل، ربك هيعطيك بإذن الله طاقة تغيير ونقلة جديدة غير محيطة خالص. حياتك العاطفية هتتحسن وهتتقلب، وهيبقى فيه تغيرات حلوة، بس بلاش الحزن والضيقة اللي انت فيها والخنقة، بلاش التوتر. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة راحة وفترة تغيير، ده مش كده وبس، كمان ده انت ناوي على انطلاقات كتيرة حلوة، وناوي على احداث هتغير من نفسيتك وهتديك انطلاقة جديدة، او انت راسم هنا خططك، راسم كذا حاجة في حياتك، راسم تغييرات، راسم امور حلوة،
فبالتالي هيكون عندك بدايات جديدة وفرحة جديدة. برج الميزان، ربك بيديك على قد تعبك، ربك مش ناسي ابدا انت بتعمل ايه، بس انت في مشكلة في حياتك واقفة، امور عالقة، اذا كانت عملية اذا كانت حاجة الله اعلم. ودايما مخنوق من انصاف الحلول، بتحتاج لبعض من الاوقات مواجهة او مواجهة تخليك تتغير جذريا، بداية فيها احسن، بس دايما هيكون وراك حرباية في واحدة ست وقفالك ومتمكنة منك او يا برج الميزان، ووراك وراك وبتظهر لك في كل تحديدك وكل خطواتك، بس خلي بالك من نفسك، انت معروف ان برج الميزان ما بيعرفش اليأس، ما يعرفش ييأس، شخصية كده جميلة لطيفة، بس بيعرفوا يستغلوك كويس جدا. هيكون عندك طاقة شراء حاجة معينة او تجديد حاجة معينة في بيتك، وهيبقى كمان عندك حصول على مرحلة مهمة. يعني انت لو بالك مشغول بالدراسة، فانا شايفة لك توفيق في الدراسة جدا، او عايز تعمل عملية فهتعملها وانت وهتشفى باذن الله، عندك طاقة جبر من ربنا. وشايفة كمان انه في حد هيجيلك وهيعتزلك وهيجيبلك هدية عشان خاطر هو ظلمك وقصر بنفسك، بس الاختيار والاجابة وكل حاجة هتكون في ايدك انت يا برج الميزان. انت اللي هتقرر تكمل مع الناس دي ولا لأ، انت اللي هتبقى عايز تقول خلاص تمام ولا لأ، كل حاجة هتعملها انت اللي هتكون مسؤول عنها. طيب صلي كده على الحبيب يا برج الميزان، انت بيتك في طاقة سلبية وفي سحر مرشوش، في طاقة سحر مرشوش، دايما بتدور على الامان ومش لاقي، حتى في قلب بيتك مش لاقي الامان. البومة اللي قعدالك ومرصودة دي ازياك يا برج الميزان، ازياك بطريقة رهيبة وبتتكلم عليك في ظهرك، وده طبعا عامل لك مشكلة، منك مشكلة كبيرة بينك وما بين نفسك، فانت لازم تهدي اعصابك وتهدي تفكيرك عشان هما بيستغلوك. الفترة اللي جاية دي هيبقى عندك بشرة سارة، البشرة دي هتكون منتظمة في حياتك وهتستلم مبلغ حلو، وهيكون عندك موضوع بخصوصه هتمشي فيه حلو، وهيبقى فيه قعدة حلوة، هتنتهي بعلاقة حلوة. وفي كمان حاجة كانت ازياك، علاقة سامة انت هتخرج نفسك منها، او توتر او حيرة، بس دايما اقول لك الوسواس مش سايبك في حالك، ودايما حسه كده واقف في وشك. الوسواس عندك تعبك يا برج الميزان انت الفترة دي، بس ما تقلقش كل حاجة وليها حل.
بلاش الخنقة وبلاش الضيقة، كل حاجة وهتاخد وقتها وهيتحسن أمورك، في تبشرات عندك حلوة. أغلب الضغوط اللي في حياتك دي من عقلك الباطل. حصن نفسك واطلع من اللي انت فيه. خريطة عقلك الباطل ده ما ينفعش يا برج الميزان، ينفعش حاليا، اطلع وكمل. تأجيل الأمور فترة معينة وهتبدأ تشوف حالك، هتتعرف على أشخاص جديدة، بس في حد فيه غيرة وحقد وحسد واقف لك على بابك. في واحدة كبيرة في السن بتديك طاقة سلبية، حاول ان انت تتخلص منها وحاول انت اللي تسيطر عليها، واقضي حاجتك في الاكتمال، يعني ما تتكلمش. في مكالمة هتجيلك او من احد الاقارب هيجيلك، ومجرد ما هتشوفه او هتكلمه هيبقى في راحة قلب بينك وما بينه. انت دايما مصمم على النجاح وده اجمل حاجة فيك، وبتتميز دايما بعزة النفس والشجاعة والثقة، ودايما قوي زي البركان كده، بس جواك ضجة وجواك حاجة كاتمها محدش قادر يستحملها. دموعك بتظهر على أي غضب، بس الفترة اللي جاية عندك بشر صعبة. انت محتاج قناتنا التانية يا برج الميزان علشان تعمل علاج السحر، عشان السحر ملخبط حياتك. اكتب تم برج الميزان، ربك هيرسل لك دعوة حلوة، واستجاب بدعواتك الفترة اللي فاتت عشان عندك تغيرات جذرية. انت عاطفي وحساس قوي، بس دايما عندك حيرة وكلام كتير. الفرحة اللي هتجيلك دي هتكون خير، وهتكون فترة سعادة ليك. ده مش كده وبس، كمان ده هيبقى طاقة الفرح هتتكرر عندك بمعدل حلو، وهتغير من الطاقات السلبية اللي مسيطرة عليك. انت اللي مسيطر عليك الخوف والحيرة اللي في ارض بيتك، اللي عاملاه لك توتر وعاملاه لك حيرة، وعشان كده كل حاجة هتاخد وقت معين يا برج الميزان وهتنتهي. فبلاش القلق وبلاش الحيرة والتوتر، عيش حياتك زي ما انت عايز. رحلة جديدة عندك يا برج الميزان، رحلة جديدة في حياتك، وهتطلع من كل الطاقات السلبية اللي مسيطرة عليك وعلى أوجاعك. انت دايما متميز بالاخلاص والوفاء، متميز بالحب والاعطاء، وعشان كده ديني بقولك تاني مستغلينك. فانت ياريت تهدي نفسك وتهدي اعصابك. عندك هدف حطه قدامك وبتحاول تقرب منه، فانت كده تمام لحد الان، ماشي تمام يا برج الميزان. هدفك قدامك، ما تيأس، كمل وعافر وجاهد عشان توصله،
وطول ما انت مستعد هتوصل لحلمك على طول. بس في تضحيات عندك يا برج الميزان، ضحيت كتير انت يا برج الميزان، ضحيت بطريقة رهيبة وتعودت ان انت تضحي. بس بلاش بلاش تدخل نفسك في تنازلات كتير، خليهم هم يضحوا عشانك. انت هتخرج من طاقة الحسد بالخير. بس في انسانة مركزة قوي في حياتك وفي افكارك الفترة دي، عشان كده عندك كسل وخمول وتعب، بتفكر زيادة عن اللزوم، تعب نفسك وملخص وقتك كله في التفكير، وده عامل لك طاقة سلبية. في صعوبات عندك بس في خير جاي لك، عمل جديد، فرحة جديدة، ناس قاعدة لطيفة، في شغل، في طاقة إيجابية. بس استغل كل فرصة في حياتك، في صداقات عندك جديدة وفي احتفال. انت شايل هم وشايل حمل كبير ومسؤولية، وخايف ومهموم من الكلام الكتير. ما تجازفش كتير يا برج الميزان بأي خطوة حواليك، حاول تطول بالك شوية علشان تلاقي الفرح اللي جايلك. في سوء تفاهم بينك وما بين حد، هترجعوا تتصالحوا تاني وهيبقى في عكس ما انتم متوقعين، عشان الفرحة اللي قادمة على حياتك دي هيكون فيها تحسنات على جميع الأوضاع. انت دايما فضول ودايما بتقف جنب كل الناس وبتدعمها، بس ما بتلاقيش حد يقف جنبك ولا يدعمك في خانقتك وحيرتك. خلي بالك انه في حد يطلب منك مساعدة، والقرار هيكون قرارك، والحاجة اللي انت عايز تعملها لازم تعملها. انت متميز في فعل حاجات يا برج الميزان محدش يفعلها، فجاي لك خير وفرحة، وفي شغل كتير، في كلام كتير، في أمور حلوة، وفي انطلاقات، وفي كمان تغيرات جذرية هتحصل عليها الأيام اللي جاية. بس حاول تهدي نفسك وتهدي أعصابك عشان علاقاتك تكون قوية وزيادة عن اللزوم، والرجوع اللي انت منتظره هيجي خلال فترة. بس لازم تهدي اعصابك عشان ما تخسرش ناس انت بتحبها وناس عزيزة على قلبك. نشوف الامنية اللي انت حطتها، احنا قلنا ان انت تحط امنية من اول المستقبل، ونشوف رسالتك بردها على الامنية ايه. بسم الله، سيمسح الله على قلبك رحمة. تودع حزنك وقلقك اللي هم سرقوا منك النوم من عينك، وهيريح قلبك بإذن الله. عايز ايه تاني يا برج الميزان؟ ربنا هيريح قلبك وهيكرمك بالحاجة اللي انت عايزها ان شاء الله. بس انت انزل في الكومنتات وقول امين. تحياتي ليك يا برج الميزان.